بالنسبه للحاله الجويه اليوم حاله جويه طقس صحو درجات الحراره تنخفض بضع درجات الرياح شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله السرعه من 10 الى 20 كم بالساعه وتنشط خلال النهار من 30 الى 40 كم بالساعه طبعا مدى الرؤيه من 8 الى 10 كم من المتوقع أن تتأثر المنطقتين من بامتداد مرتفع سيبيري مرتفع جوي سيبيري من تركيا تدريجيا وابتداء من يوم السبت مما يسبب انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حيث تنخفض قليلا يوم السبت في المنطقة الشمالية ثم تنخفض يوم الأحد بضع درجات من أربعة إلى ستة درجة مئوية في المنطقة الوسطى والشمالية في الفترة حاليا خلال 72 ساعة القادمة ما موجودة يعني ضمن خرائط الطقس تحليل صور الاقمار الصناعيه حاليا غير متوفره هطول امطار معدل درجات الحراره المعدل مثل ما مثل ما موجود لكن تنخفض درجات الحراره بالساعات الاولى من الليل والساعات الاولى من النهار تنخفض درجات الحراره صغرى انخفاض لا قليل عن المتوقع في الايام السابقه يعني احنا كنا نسجل 10 درجه مئويه 11 درجه مئويه حاليا نسجل 6 درجه مئويه 5 درجه مئويه طبعا البارحه واليوم ضمن التقرير الصادر من قسم التنبؤ الجوي راح تنخفض درجات اكثر